This is now the moment to shed the light on the winner of A1 category. Could you please tell us who is the winner selected by the WeMed jury? Yes, sure. So the winner for the sustainable business models in the early stage category is Green Fashion from Egypt. Congratulations, Hadir, and the whole team of Hadir. Thanks. Thank you. Mabruk Hadir. So I'm sure you're very pleased. This is your diploma, Mabruk. Shukran. الفكره بس في البايودجريدبل فايبر عندنا ان معظم النماذج اللي موجوده واللي نجحت بعض المؤسسات والشركات العالميه في مجال الفاشن ان هي تصنعها مبنيه على تهجين الـ 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 الانسجه بتاعه الالياف اللي بتصنع بحاجات حيوانيه فبتكتسب صفه الحيوان اللي هي بيتحلل في التربه. لكن احنا المختلف عندنا ان احنا من خلال ماده الناني سليلوز واربع مواد ثانيه احنا نجحنا في استخلاصهم ودمجهم مع بعض لتركيبه معينه بنحطها على اي نوع من انواع الالياف. يعني احنا مش بنصنع نوع الياف معينه ليها صفات محدده، لا، اي نوع من انواع الالياف، القطن غيرها من انواع الالياف المختلفه، بنضيف عليه المواد دي عشان نكسبه الصفه دي. فكل البحث العلمي بتاعنا طوال سنه ونص او سنتين ان احنا بنصنع الماده دي اللي بتضاف للالياف.